محمد جابو يلعبها للسيد عبد الراشد بمزوكا لعلي للسيد ويمشي وكون كون السلام على التفاهم.
صحيحة وعاطف عبد العزيز وصابة البطل وعاطف جول جول وعاطف عبد العزيز يحط النادي الإسماعيلي في المقدمة في الدقيقة 33 بعد الفرمان اللي اداه فيصل لويجي بريتو بن لويجي الحكم الطلياني ضربة جزاء لأحمد العجوز في سيطرة من النادي الإسماعيلي وفراد لتشيب وتشيب حتى وحط جول احمد فكري وبتتخطف منه لكن بياخدها مره تانية ويجرب ويشوط وجول 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 الاسماعيلي احمد فكري الصغير احمد فكري الصغير احمد فكري الصغير الهدف هدف الاسماعيلي في الدقيقه 34 في الدقيقه 34 من الشوط الثاني احمد فكري الصغير بيجيب هدف الاسماعيلي عشان يتقدم محمد محسن ابو بليسه محمد